السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير المتابعين قناة عبد الجبار. رب إن شاء الله يجازيكم ويحفظكم. البارح ربيت المطر، سب الله يبارك ما شاء الله، اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار. راني في مدينة بلعيبة، هذه مقابر كامل تاع شاحنات. شوفوا خوتي، ربي يحفظنا إن شاء الله، الله يبارك. كل ماتريال موجود هنا، الرونو ماجور الله يبارك، كل خير موجود. ربي ان شاء الله يحفظكم يستركم. اليوم ان شاء الله راني راح نخرج كونجي، راح نطول عليكم في الفيديوهات، ربي قدرنا ان شاء الله ونجيب لكم جديد ويحفظنا ربي العالمين بلادنا. خاوتي دائما كالعادة في التأني سلامة والعجلة ندامة. راح نخرج كونجي، مانيش عارف شهر ولا شهرين، والله يسمحوا لي خاوتي، الرياح راه عندنا ضغط كبير في الخدمة. ان شاء الله نرجع لكم بفيديوهات جدد ان شاء الله. لا كان رحت للصحراء، عند بالي بالك نضرب دورة للصحراء وندير لكم فيديوهات. تبعوني ان شاء الله في هذه الرحلة، عندي ناس متابعين رام يتبعوا فيا، متابعين قناة عبد الجبار مبتدئين في السياقة، ربي ان شاء الله يوفقهم. دائما نقول لهم في التأني سلامة في العجلة ندمة، ربي يستركم ويحفظكم. الانسان دائما يمشي بعقله. هذا الايام راهي امطار، الله يبارك، راهي مسحب الحال وراه ميديتي، راه صبح جليد، كي تصب المطر يصبح جليد في الطريق. الانسان دائما يساعد روحه، وخاصه الصباح وخاصه في الضباب ولا قبل ما يطلع النهار تكون الرؤيه ناقصه، يحاول انه الانسان ينظف الزجاج تاعه ويفيريفي الاضواء نتاعو، المهم يكونترولي روحه. واللي جابها ربي العالمين مرحبا بها. شوف الله يبارك، الماتريال انواع واشكال، با 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 تهور هذا قسما بالله في اي مكان درك، يعني السياقه زيرو في الجزائر، ناس تهور وعند بالهم لي سوقي ما هكذا. هو الانسان اللي راه يعني يعرف يسوق، هو الانسان اللي راه قادر شقاه سخاوتي. بالعكس الانسان اللي يدير كيما هكذا انا بالنسبه ليا يعني راه زيرو في السياقه، انسان ما يكونش متهور. شوفوا الماتريال هنا، الرونو اللاندر، تهور خاوتي مش مليح، الانسان يجيبها غير في روحه وحده وحده، تروح وين ما تحب. الانسان هاكم شفتوا خوكم دائما 60 70 40 80، يعني بكري كنت نمشي وجبتها غير في روحي، حوادث المرور مشاكل مع الناس. الانسان دائما يعني قد ما تنقص السرعه وقد ما تكبر يعني رايح تنقص وحدك في السرعة، ساعات نلقى واحد يمشي 30 نقعد لاصق فيه، وربي إن شاء الله يكبرنا قلوبنا ويصبرنا على طاعة ربي العالمين وعلى الطريق هذه وعلى المشاكل وعلى الهموم. زادت لي المقرس 6 كيلو. اليوم راح نحط الشاحنة في البارك إن شاء الله، ويجي صديق نتاعي هاكم تشوفوا، نظفت له الكاميو دائما يعني بروبر. نحب إنسان حاجة يأكل فيها الخبز يتهلى فيها. ربي العالمين دائما الإنسان يعني وصى إنسان الأمانة، يعني الأمانة الإنسان كي يدي حاجة كي يقلبها. شوفوا الله يبارك، شوفوا الكاميو دائما بروبر، نظفوا على قد ما نقدر، حتى والكاميو تبقى تنظفوا خاوتي، نظف له الطابيات. شوفوا كي تعود طابية نظيفة الكاميو كامل يبقى نظيف، ما تطلع لكش الغبار. إنسان كي تكون منظف الجهة تاع رجليك ولا حاشاكم، ها شوف إنسان دائما يخلي بلاصتو نقية، حتى كي تكون تسوق مرتاح، ما تكونش النفسانية نتاعك، تنظف الزجاج تاعك، تنظف يعني الإنسان يحاول أنه دائما يخلي الشاحنة نتاعه ولا حافلة ولا نقية كي يخدم. انا الكيميو كم تشوفوا فيه برا كيف راه مصير، والله غالب طريق دائما الغبار والمطر والغرقة، يعني ما تقدرش تنظف الشاحنه ثلاث شهور شهرين، ساعات حتى كل شهر نغسلها بصح ما تقدرش، تخماج. هذه هي اللي قلت لكم، ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد ويحفظنا ربي العالمين بلادنا. هنا كما هنا يلا لين كونتيني وسي طالع بالاقل، وانا نروح نتهور ونروح نخرج ندوبلي، قادر ينضحك واحد، قادر الانسان يكون صبور وتفرج ان شاء الله علينا وعليكم، وعطله ان شاء الله سعيده
لي والخاوتي اللي راحين يريحوا ان شاء الله. رجع الانسان البيت نتاعه ويتهلا فيه ويشوف وليداته وش خصهم ويشوف اي انسان. هذه الدنيا تخدم شهر وتريا عام. انا راني بالنسبه لي انا راني انسان واحد شهرين والله بصح ولا ثلاثه كونجيات بصح ما نقدرش نهزم ضربه وحده. كنت تعرفوا الظروف وكنت تعرفوا الحاله كيف راهي تمشي. عوده ان شاء الله ميمونه نرجع لخاوتي ونحكي لكم على الطريق نحكي لكم على كيف دير وان شاء الله نرجع لكم بقوه. هذا الايام راني شحيت عليكم في الفيديوهات لا غالب ظروف يعني تاع الخدمه ويعني ساعات خدام الانسان ساعات. المهم يسمحوا لي خاوتي وتسمحوا لنا في تعليقات ساعات الانسان ما يقدرش يرجع للناس كامل ساعات يعني كل خطره وكيفاش تجيك الظروف نتاعك يعني لازم دائما تسامحوا. عاونونا خاوتي بليجام وباللايكات باللايكات نتاعكم التعليقات نتاعكم الطيبه وبارطاجيو هذه الفيديوهات باش يستفادوا خوتكم ودعيونا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله يقدرني رب العالمين ونزور الصحراء. راني حبيت ندير فيديو بالك نلحق حتى التمراست ولا مانيش عارف ولا الجانات ولا الإليزي لا كتب ربي راني نحكي الله اعلم. عند بالي عندي رحله معاكم ربي ان شاء الله يقدرنا ويحفظنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.